راه جا عندي خويا جا من فرنسا عنده اموا يا ودي ما كاينش لي من نشكي شاف ما كاينش لي من نشكي انايا ما عنديش ابار خويا هذا ما نهضر معاه خويا هذا لا علاقه كاع بالبالونس تاع غرون كوميرس معروف هنايا الحمد لله على كل حال وراح انا فهمت له الاخر تاعي الكا تاعي راح اهضر معاه راح اكل البيرو مع دا خويا صغير كان عندي خويا كبير عليا بعام هو ثاني رياضي وراح للبيرو شريف ملال كان خابط كان سكران كان في حاله راح هبط ديجا هو جاب معاه لابوليس باش جا للبيرو وجاو معاه اجماعه جاو معاه جماعه ماشي ما جاش وحده هذه الجماعه اللي راه يهضر عليهم 20 عبد او يقول الاخر هو ديجا مافيا ماشي انايا اللي مافيا يقول عليا مافيا وجا يهضر ويقول له قال لخويا قال لي يا ودي قال انتيا قال لي شو بغيتي انتيا خويا شاف مع خويا صغير يا ودي نحلوا القدر كي قال هذه الكلمه ضربوه لا بالموس لا بهذه كيما يهضروا كيما والو.